ما عندي كهرباء، اعطيني وطن، اعطيني وطن محترم، جنسيتي صارت أسوأ ثاني جنسية بالعالم، اعطيني وطن يكون شمالي منك، ولك اعطيني العراق، ولك العراق سيد العرب، العراق مخ العرب، هسا العراق صار جوا الرجلين، بصايت الله وصايت الجماعة، أهل الخدمة الجهادية. دول الخريجين هم تباعوا لهم، احنا عمرنا ما نريد بعد، انا عمري 53، معلتنا مع الشريف بيهم، هذا ما يضربنا طقطقة يقتلني، هون برجلي.